يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وبارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 24-15 والجو معتدل. الأسكندرية 23-13 الجو معتدل. في مطروح 21-12 الجو معتدل. في بورسعيد 22-15 معتدل. في الإسماعيلية 23-14 والجو فيها معتدل. في السويس 23-14 والجو فيها أيضا معتدل. في العريش 22-12 الجو معتدل. في طابة 22-13 الجو أيضا معتدل. في شرم الشيخ 26-16 معتدل. في الغردقة 26-16 الجو فيها أيضا معتدل. في الأقصر 26-14 والجو فيها أيضا معتدل. في أسوان 27-15 والجو معتدل. في الوادي الجديد 25-12 الجو معتدل. وفي شلاتين 29-16 مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 27-16 27-17 والجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.